الاول بنرحب بيك في جريده البوابه نيوز وحابين نتعرف بيك. اهلا بيك يا استاذ شريف واهلا بجريده البوابه نيوز. انا احمد عواد بكورس تجاره قبل الجزاره، جزار اكبر عن جد، في المهنه بقالي اكتر من 30 سنه. كنا شفنا فيديو ليك ان انت بتقول الاسعار دلوقتي زادت قوي وان انت كان عندك حل سهل ان الاسعار ترجع تاني، وشفنا ناس كتير اتفاعلت معاك. كنا حابين توضح للمواطن ازاي ده ممكن يحصل. هو الفيديو جه بالصدفه، انا سمعت سعر جديد كان هيطبق عليا يوم الثلاث اللي هو بكره، فطبعا انفعلت، فلقيت نفسي بطلع فيديو كده بفضفض بكلمتين، فالفيديو عمل عدد مشاهدات جامده قوي، انا ما كنتش متوقع الكلام دوت. هو الموضوع مش في الفيديو، الموضوع يا استاذ شريف عايز اسيره من خلالك برضو، ان في جزارين كتيره قوي كلمتني، وعايز اذكر اسماء لو عايز، بس في جزارين كتيره قوي حواليا كلموني وهم مستعدين من بكره ما ينزلوش لحم بالسعر دوت، يعني الاسعار اللي هتطبق من بكره هم بس. انا بقى بناشد المواطن من خلالك. الرئيس قال الحاجه اللي تغلى ما نشتريهاش، اللحم داخل في غلا، فاحنا كده يعني شهر رمضان داخل، عيد كبير داخل، عيد اخواتنا المسيحيين داخل، فكل دوت هيحتاج لحوم. انا بناشد الجزارين اللحم البلدي، الزبون ينزل بكره يلاقي الجزار بتاعه مش منزل لحمه، بعد اذنك ما تروحش تجيب من بره، ساعد معانا في الازمه. على فكره يا استاذ شريف، انا من ساعه ما نزلت الفيديو وما دخلتش جرام لحمه بيتي ولا نزلته المحل عندي، يعني انا اهو ببدا بنفسي وببدا باخواتي الجزارين اللي انا عارفهم واللي حواليا، مش عايزين نشارك، مش هقول تاني جريمه، مش عايزين نثبت اسعار على الناس، مش عايزين بكره نبدا نبيع اقل حاجه ب 235 ب 240 جنيه زي ما انا قلت، وهتوصل ل 250 اللحم الاحمر خالص، هيوصل 250 جنيه يا استاذ شريف بكره، يعني 240 ديت هم الجزارين عارفه. انا بخاطب الجزارين البلدي، عايزين نوفر العجول البلدي لشهر رمضان، داخل علينا مواسم، لو اشتغلنا النهارده مش هنشتغل بكره، واحنا حالنا كده كده نازل. طيب شايف ان الناس تقدر تستغنى عن اللحمه الفتره ديت؟ لا، هو ما حدش بيقدر يستغنى عن اللحمه يا استاذ شريف. بص يا شريف، اللحمه سلعه اساسيه. انا برضو مش بقول للناس يعني ما تشتريش لحمه بكره ويروح على الفراخ، ما مش عايزين نعمل ازمه. انا بكلم الناس برضو في حاجات تانية كتير قوي، احنا مش هنموت من الجوع. طب ما كان في يا استاذ شريف جنون البقر، ما كانش الناس بتاكل لحمه، وكان في انفلونزا الطيور، ما كانش الناس بتاكل فراخ. عايزين احنا كمواطنين، احنا شعب كبير قوي قوي فوق ال 120 مليون، كل ده اما نقف جنب بعضينا يا استاذ شريف، يعني انا شايف ان احنا نساعد بعض. انا من بكره مش منزل لحمه، وانا بقولها، واللي عايز يجي يشوفني بكره انا مش منزل لحمه، وبعتذر لزبايني واصحابي واخواتي، اللي عايز لحمه يصبر لغايه ما افتح، انا والله زيك ما عندي جرام لحمه في بيتي. ومن غير عصبيه يا ريت نقف جنب بعض، في جزارين كتيره قوي مشجعه الكلام دوت، احنا مش هنثبت السعر من بكره،